وأكيد مكملين معكم ووصلنا لفقرتنا الطبية. اليوم بلشنا عليها بارتفاع درجات الحرارة. اليوم كتير من الناس عندهم حساسية جلدية. في ناس فجأة بتقلك أنا فجأة طلع لي بقع بس ما بعرف شو هي. اليوم كرمال نضوي أكثر على موضوع المشاكل الجلدية. اليوم حنفردها أكثر لموضوع الأكزيما واللي كتير بتزيد بارتفاع درجات الحرارة. طبعا هدول المعلومات وغيرهم رح تخبرنا عنهم أكيد ضيفتنا لليوم الدكتورة هلا الحوش، وهي اختصاصية في أمراض الجلد والتجميل. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير لكم وكل عام وانتم بخير، وصباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا اليوم. يسعد صباحك ونعاد عليك. يعني بالبداية خلينا نتعرف شو هي الأكزيما. أي بقعة بالجسم أو أي شيء غريب بنلاقيه على سطح الجلد دائما بنقول أنا معي أكزيما، أنا عندي أكزيما. خلينا نتعرف عليها أكثر، شو هي ومن شو بتطلع؟ هلا الأكزيما أو التهاب الجلد درماتايتس هو عبارة عن مصطلح بضم تحته طيف واسع من أمراض الجلد، بدءا من جفاف الجلد البسيط لحد أنواع متعددة جدا من الأمراض الجلدية اللي كلها بتندرج تحت مسمى إكزيما، من التهاب الجلد التأتبي، المسي، الإكزيما التخريشية، الأرجية، إكزيما ربات البيوت، الإكزيما الركودية، يعني له أنواع كتير متعددة. إذا بنقعد نفصل فيهم أنواع أكيد وأشكال ولا طبعا بس أنواع وأشكال سريرية ومسببات كلها مختلفة ومتنوعة، ونحن في طرق معينة طبعا نحن لما بنشخصها وبنميزها بأنواع المختلفة إذا ما نحكي عنهم بدنا أكثر من حلقة. بس بشكل عام كلهم يعني هالأمراض كلها تقريبا بيكون في هيك خلينا نقول في أعراض معينة جامعة لمعظم هاي الأمراض، يعني مثلا حمار بالجلد، حكة، وزمة، قشور، أحيانا بمراحل متقدمة بصير عندنا نحن مثل فرط تقرن، تصبغ نتيجة الحكة المتكررة. طب ليش نحن دائما بس نحكي على الأكزيما بنحك هون؟ لا وهون هيدي يعني جهة تون الإيد، ليش مو هون؟ ليش مو بإجرينا؟ يعني هون دائما هي بتبرز بين طبعا لا لا طبعا هي بتصيب مناطق متعدده من الجسم، الايدين، القدمين، الوجه، الجزء الاكثر هي الايدين. على الايدين لانه اول شيء الايدين هن الاكثر تعرض سواء كان مثلا للعوامل البيئيه او للمخرشات، يعني هن اكثر شيء بيتعرضوا مواد التنظيف كمان تمام لمواد التنظيف، صوابين، المي، يعني انت اكثر جزء من جسمك بيتعرض للمواد والمواد المخرشه خلينا نقول او المحسسه هو الايدين. وهي الاشياء يعني اشياء انواع الاكزيما هي اكزيما ربات البيوت اللي بتجي طبعا من مواد التنظيف والكلور، الجافيل، يعني هالمواد اللي بتستخدمها ربة المنزل خلال النهار الطويل. طيب دكتورة حكينا هيك خلينا نقول هاد سبب لربة البيت، اليوم شو مشكلة إيدها يعني، بس بشكل عام إذا هيك حبينا نوصف اليوم إنه الأكزيما شو هي أسبابها يعني غير الكلور ومواد التنظيف، أو هل هو إنه ممكن ينتقل بالجسم يعني يمتد لياخد كل الجسم أو حسب نوعه؟ هلا الإكزيما لحد الآن ما لها سبب واضح معروف، يعني نحن مو مثل باقي الأمراض، مثلا في أمراض سببها كذا، سببها فيروسي، سببها جرثومي، سببها فطري، هون بتدخل عوامل مناعية، يعني ليش مو كل الناس بيصيبها إكزيما، ممكن يصيبك إليك ما يصيب غيرك مثلا، في عوامل شخصية، يعني في استعداد شخصي بنيوي عائلي، بتلاقي عندهم مثلا بالعيلة أكثر من حدا عنده مرض جلدي، يعني بيكون في آلية مناعية، مثلا بيقول لك إنه نحن عندنا بالعيلة صدفية، تعلبة، إكزيما، بهاق، تماما في عوامل وراثية، طبعا مو ما عم بحكي بالعيلة هن الأم والأب والأخوة، يعني طبعا بيجي من العمام من الجدود، يعني بيكون في عوامل وراثية، في استعداد شخصي عند المريض، يعني بيكون في خلل معين بالبروتين اللي بيحمي طبقات العلوية من الجلد، طبعا هي وظيفة الجلد هو الدفاع عن اي عامل مخرش خلينا نقول او محسس او عامل جرثومي او اي شيء. هدول الاشخاص بيكون عندهم خلل بالبروتين يلي بيساهم انه تتكون هالطبقه العلويه من الجلد بشكل سليم، مشان هيك بيكونوا معرضين اكثر من غيرهم. كمان في نقطه انه الشخص نفسه مثلا اللي بيكون عنده اكزيما بيقول لك انه انا وصغير كان عندي ربو اطفال او حساسيه بصدره او سيلان انف او التهاب حواف اجفان، يعني بتكون عندهم هي الامراض خلينا نقول التأتبية أو المناعية أو الحساسية كتيرة. دكتورة خلينا نحكي، بيقولوا الأمراض الأكزيما أو الصدفية أو هيك إنه هي أكثر نفسية بتكون، ومع النفسية طبعاً بتلعب دور.
هون خلينا لكن نحكي بحديثنا عن العلاج، اذا كانت نفسيه كيف بيكون علاجها، اذا كانت سريريه او نتيجه ممكن الاستخدامات الخاطئه للمواد التنظيف لاي شيء، او ان كانت وراثيه، كيف نحن بنقدر نعالجها؟ واكيد كلنا بنعرف انه العلاج طويل الامد وممكن في استفاده وممكن ما يكون في استجابه ابدا. خلينا نحكي عن العلاج. هلا بشكل عام مثل ما حضرتك حكيتي انه هي الامراض بتجي ناكسه، يعني المريض ممكن هلا تعالج بتحسن فترة، ممكن ترجع له الحالة بعد شهر، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد 10 سنين، يعني دائما فيها نكس، يعني دائما. هلأ العلاجات أنه أهم شيء، يعني خلينا نقول أهم شيء بالعلاج هو الوقاية، يعني نحن خلينا نحاول نبعد عن العوامل المفاقمة أو المسببة للحالة، يعني مثلا ربات المنزل يحاولوا دائما أنهم يلبسوا كفوف قطن وفوقهم كفوف مطاط أو نايلون لحتى يقللوا تماس مع هالمي مع هالصوابين. خلينا مثلا نختار صوابين تكون ألطف للجلد، فيها كتير جليسيرين أو زيت زيتون، أو مثل صوابين الأطفال، يعني ما يكون فيها معطرات، مواد مخرشة أو ديتول. يعني دايما نحن نحاول بالعلاج هو الوقاية أفضل من أنه لما الحالة تتفاقم ويصير بدها علاجات أخرى. المطريات كتير كتير منركز على المطريات، يعني بحاول، يعني لازم المريض يحاول أنه كل ما غسل إيديه بعد الحمام يعني يحاول، بس ما في حتى أي مطرية، يعني لازم يكون في شيء بادي ميلك، فيها بانتينول، فيها ألوفيرا، طبي، نروح على الطبي أكثر. طبعا يروحوا على الطبي واللي ما فيها معطرات، لأنه نفسها هي المواد اللي بتصير، يعني الإضافات اللي بتصير على المطريات بحد ذاتها ممكن تكون مخرشة أو محسسة. يعني هلا لما بفوت المريض بقى بحاله تستدعي التدخل، يعني الطبيب بشكل مستمر انه يتابعه، هون بقى في خط كثير واسع من العلاجات حسب كل حاله. احيانا بنستخدم كريمات فيها كورتيزون، احيانا بنضيف لهم انتيبيوتيك او صاد موضعي اذا ركب عليها انتان جرثومي، احيانا بنضيف مضاد فطري، احيانا بنضيف مثبطات مناعه موضعيه. في خط كثير واسع من العلاجات حسب كل حاله وانتشارها كله ومدى استجابتها ايضا. طبعا طبعا تماما، دائما نشوف الطبيب بيروح لا يعمل خلطه من كذا نوع من الادويه كرمال يوصل لنتيجه اكثر. حتى احيانا بيقول لك انا اكلت شوكولا او اكلت شيء ما شفت، يعني صابني حكه. حتى قد اليوم المواد الغذائيه او طريقه التغذيه مرتبطه بتهيج الجسم، في ناس كثير بتاكل قطعه شوكولا بصير عندها حكه، يعني بس هي بتكون يعني انه بتمر، يعني الفواكه اكثر بتخيل، في كثير محسسات حسب غذائيه، يعني في فواكه انا ما بتحسس من شيء منيح الحمد لله. في محسسات مثل الفواكه الاستوائيه كثير بتعمل، مثل ما تفضلتي رشا وحكيتي الشوكولا البيض، في اجسام ما بتتحملها فبتعمل رد فعل مناعي، نحن بنقول له هذا الشرة، فالشره كمان بيطفح على الجلد ببقى حمراء وزنيه حاكه. نعم بمد هاد بالجسم طبعا. ممكن يجي معمم، ممكن يصير معه وزمه وعائيه في حالات منه لا سمح الله كثير خطيره، في منه احيانا بتكون اسبابه دوائيه، مو كله له علاقه بالطعام، حتى في انواع من الاكزيما بيكون سببها دوائي، سببها غذائي يعني. وحتى الادويه، في بعض الادويه المحسسه الضيائيه مثل اللي بيستخدموها الصبايا، الريتان لعلاج حب الشباب، او زمره السايكلين الانتيبيوتيك دوكسيسايكلين، كمان هي محسسه ضيائيه. في كثير ناس بيشتكوا على بدايه الصيف انه نحن بس بلشت الشمس تصير حده شوي انه بصير عندنا اكزيما ضيائيه بالمناطق فقط المعرضه، الوجه، رقبه، الايدين. خلينا يعني نفسر دكتوره شو يعني ضيائيه اكثر، يعني خلينا نفسرها. ضيائيه سببها التعرض لاشعه الشمس لما بتصير الشمس بذروتها مثل هلا، يعني نحن دخلنا مثلا فصل الربيع والصيف فالشمس بتصير عموديه اكثر، فهدول الاشخاص عندهم قابليه انه تصير هاي الإكزيما الضيائية. حتى في منهم مثلا اللي بيشتغلوا فرضنا شوفيرية، الإيد اللي معرضة للشباك بتلاقيها كلها طافحة، هالحطاطات، البقع، الحكة، فهي احنا هي بنسميها إكزيما ضيائية، كمان لها علاقة هلا بأشعة الشمس وفصل الصيف. دكتورة خلينا نرجع إلى العلاج، كثير يعني من المرضى بالإكزيما بيأسوا لأنه مثل ما قلنا كتير طويل الأمد وكتير فيه استجابة وممكن ما فيه استجابة، فبيلجأوا إلى الأعشاب، إلى الطب البديل، إلى البحث على الحل عبر الإنترنت أو يقال عن الناس اللي حوله أو العيلة، ومن تجارب الآخرين. تماما من تجارب الآخرين، أكيد كل نوع جلد له حل، ولكن في
يعني في شيء انه مستحيل هو ينحل، والاعشاب الاعشاب او الطب البديل ممكن ياثر بالسلب ويزيد الاكزيما بالجلد؟ هلا طبعا مثل ما تفضلتي وحكيتي وعم نحكي بالموضوع انه هو ما له سبب واضح، ففي كثير من الحالات مثل ما حكيتي انه العلاج طويل الامد وناكس، يعني في حالات ايه فعلا بضل مرافقه المريض الحالي 20 سنه و30 سنه، يعني انه ممكن يصير عنده شفاء لفتره ترجع تتحرض لفترة. هلأ الطب البديل أو الأعشاب بالنهاية الأدوية كلها الموجودة هي مستخلصة من أعشاب يعني، بس أحياناً التطبيق الخاطئ في بعض أنواع الأعشاب خلينا نقول بتعمل إكزيما أراجية، أحياناً وصل المريض خاصة إذا كانت بيور يمكن هي بدها تكون شوية مضيف لها مواد أو تركيز أقل مدروسة، أحياناً أنت تركيز معين وزايد فبيعمل هجمة أسوأ من الأول وبيدخل المريض بحالة أشد. فنحن مثل ما قلت لك يعني كل حالة بندرسها بشكل مفصل، بنشوف أسبابها، بنحاول نحن والمريض يعني نشوف شو هن الأسباب الشائعة، أحيانا نطلب تحاليل، أحيانا بنعمل اختبار رقعة لنعرف شو هن المواد المحسسة، أحيانا نضطر لخزعات، يعني كل مريض ندرسه بحالة مستقلة عن الآخر، يعني مو كل المرضى لازم يستخدموا نفس العلاج أكيد. وأحيانا بيقول لك انسي القصة، أو إذا ضليتي تفكري في العامل النفسي ويلعب بزيد من القصة. دكتورة هلا نحن فايتين هيك على صيف شكله يعني بده تولي على القصص، فيه كثير مننا بنروح مسابح وبتشوفي طبعاً. يعني هدول كمان المي الموجوده بقلب المسبح كمان لها دور كثير كبير انها تعمل حساسيه تعمل فطور. خلينا نحكي بشكل عام شو هي النصائح لليوم. هلا المسابح طبعا خلينا نحكي انه السباحه بغض النظر عن فوائدها الكثير مهمه للجسم، بس للاسف هلا على قله المي فالمسابح ما اكيد ما بتتبدل فيها المي هون عندنا بشكل كثير متكرر، بيضيفوا لها كلور احيانا بيكون تركيزه كثير عاليه. هلا الكلور هي ماده مطهره نحن بنحطها مشان تقتل الجراثيم والفيروسات والفطور، بس احيانا بتكون تركيزها كثير عاليه فبتسبب كثير من المشاكل سواء حساسيه جلديه ممكن حتى الاطفال اللي بيبلعوها بتعمل لهم اسهالات بتعمل لهم مشاكل، احيانا حساسيه بالنفس من البخار الكلور. والمسابح مثل ما هو معروف يعني هي مصدر بؤره عدوى لكثير من الفيروسات التواليل الجراثيم، بتلاقي مثلا طبعا يعني بتعمل كثير مشاكل هضميه لانه ولد بيبلع في مفرزات جسم الانسان بحد ذاتها العرق الخلايا، الاطفال بتعرفي ما فيكي تعملي لهم سيطره شو ممكن انه يعملوا بالمي، فهو عم يكون مصدر عدوى لكثير من الفطور والجراثيم، بس كمان ما فينا نقول لهم ما تروحوا تسبحوا يعني بالصيف ويتسلوا، بس انه اهم شيء نحن بنركز انه يروحوا على مسابح نظيفه تتبدل فيها المي تتفلتر ينضف لها كلور تركيز معقوله، أخذ دوش سريع بعد السباحة طبعا أكيد. هلأ هو يفضل قبل وبعد حتى نتخلص مثلا من الكريمات ديودوران العرق، يعني نخفف على غيرنا عدوى، وطبعا أكيد حمام بعد ما نخلص سباحة، وطبعا دهن دائما كريمات دائما اللوشن والأويل الأويل كتير مهم كمان بهذا الفصل. طبعا أكيد. نتشكرك كتير دكتورة هلا الحوش، شكرا كتير لك ونهارك شكرا دكتورة هلا اليوم لتواجدك معنا، وإن شاء الله هيك بصحة والسلامة للجميع.